أكيد مشاهدينا نحن مكملين بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل لتاني فقرات صباحنا غير لليوم. والتكافل الاجتماعي سمة أصيلة بنفوس كل السوريين، والعمل التطوعي عم بيكون حاضر بكل ميادين الحياة. وأكيد نحن بشهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. كل هي القيم بتم تعزيزها اليوم من خلال جهود كبيرة وعمل المؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية يلي عم تحاول تقدم كل الدعم والمساعدة للناس المحتاجة بهي الظروف الصعبة، لتزرع البسمة على وجوه الناس وأكيد تترك أثر إيجابي بالحياة. يا عفر طبعا يا هايدي، واليوم مشاهدينا رح نسلط الضوء على جمعية، على عمل جمعية حاضرة وبقوة على أرض الواقع ورسخت تواجدها من خلال مبادرات امتدت على فترة عدة سنوات، وبفضل الصدق والإرادة يلي بشكله معيار أساسي وبالعمل الأساسي لازم يكونوا موجودين هالصفتين عند متطوعيها تحت اسم سوريا بتجمعنا. وللحديث عن أنشطة هالمؤسسة لليوم بدنا نرحب بضيفتنا الأستاذة لبنى مسوح، مسؤول إداري بمؤسسة سوريا بتجمعنا. وطبعا هالبيت واشتقنا لك، ورمضان كريم عليكي. يسعد صباحكم ورمضان كريم نعاد عليكم. صباح الخير. فعلا مثل ما حكيتي جاي على بيتي اكيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي لبنى، ورمضان كريم. خلينا بدايه، معروف انه كل سنه عندكم حمله برمضان، هالسنه اسمها الحمله رمضان بيجمعنا. شو اللي فرق عن السنه الماضيه؟ شو بتطمن؟ مين المستهدفين من هي الحمله؟ خلينا نوضح اكثر للمشاهدين عن هذا الموضوع. تمام، ان شاء الله كل عام وجميع بألف خير، وتكون هيك ايام ان شاء الله يا رب حلوه وخير للبلد واهلها يا رب. هلا حملة رمضان بيجمعنا هي كل سنة مثل كل سنة نحن متعودين عليها، وبتبلش تحضير لها قبل بشهر وشهرين من شهر رمضان. السنة باشرنا بتقديم الجواكيت الشتوية قبل بشهرين ليصلوا الأطفال لرمضان يكون الجواكيت جاهزة. في عنا السلة الغذائية كمان نبلشين فيها باللاذقية، وهلا ان شاء الله عم نحاول نباشر فيها لنكون جاهزين لكل المحافظات. ايوه. في عنا بلشنا بالجواكيت والسلة الغذائية. الشغلة اللي نحن كل سنة بنستناها برمضان هي وجبات الافطار مع دور المسنين ودور الايتام. ان شاء الله عم نحضر لها هلا اذا الله راد لنكون موجودين باكثر من دار وللايتام وللمسنين. طبعا الشيء اللي كمان عم ان شاء الله رح نقدر نقدمه هو المواد الاوليه للمطابخ لهي الدور، كمان رح نساعد انه نكون موجودين. حلو. لبنى، كمان من فتره اطلقتوا حوار، من ايام حوار تشاركي مع جمعيه البلادي تحت عنوان احكي لي عن بلدي. تمام، خلينا نتحدث عن هالحوار وابرز الافكار يلي انطرحت خلال هذا الحوار وشو كان الهدف منه. هلا اللقاء التشاركي اللي صار هو الحوار يهدف ل نتعرف على تجارب بعض، نحكي عن تجارب بعض، السلبيات الايجابيات، قصه حلوه صارت. فنحن بداناها لكل منا حكايته. نحن بمؤسسه سوريا بتجمعنا مع جمعيه لبلادي قمنا بدعوه الامانه السوريه للتنميه، كشاف سوريا ومجمع لحن الحياه. هلا الشيء الحلو انه كل حدا فينا حكى عن شيء، يعني جمعيه لبلادي حكت عن العلم وانه الاوطان كيف تبنى بالعلم ولازم نشجع على هذا الشيء. الامانه السوريه للتنميه كان حديثها عن التراث. كشاف سوريا كان حديثه عن الشباب والتطوع. ومؤسسه سوريا بتجمعنا كان الحديث عن العطاء بلا حدود يلي عم صار 12 سنة عم بتقدمه. فكان الحوار كتير حلو وصار في نقاش بين الناس الحاضرين وبين الجمعيات الموجودة. الهدف نحن، أنت بهذا البلد لما عم تتعلمي من تجارب غيرك، نحن منظمات غير حكومية، كل حدا منا عم يخدم البلد بطريقته. ممكن أنا أتعلم من تجربتك، ممكن أنت تستفيدي من تجربتي، ممكن نوصل لشي عمل مشترك نقدر نقدمه سوا للناس بهي البلد. فكانت الفكرة، يعني ولدت الفكرة بهي الطريقة. والحلو كان انه ما كان في تكرار بالافكار، يعني كل مؤسسة كل جمعية عم تحكي عن شيء معين وشملنا كل شيء. يعني الاطفال مجمع لحن الحياة حكوا عن الاطفال وعن كيفية، صار في حديث عن مكافحة العنف من النوع الاجتماعي، العنف الاسري. فكانت تجربة كثير حلوة
والحوار كان كثير حلو بين كل الجمعيات وبين الحاضرين. والمعروف عنكم اليوم ضمن مؤسسة سوريا بتجمعنا دائما عم بيكون في مشاريع جديدة، في مبادرات على مدار العام، خبينا شو في لسه جديد اليوم ضمن المؤسسة؟ هلا نحن مثل ما دائما بنقول حملاتنا المستدامة موجودة، ما بنقدر نوقفها ابدا، يلي حاكين عليها اكيد قبل، ولكن هلا المشاريع الجديده نحن دائما عم مشكلتنا انه بهالوقت انت دائما عم تحاولي تتوجهي للشيء التنموي، كل ما حطينا خطه انه نحن ننتقل لشيء تنموي، لشيء نساعد هذا الشخص يلي هو ما يكون عالي على عائلته بينما يكون معيل لها، بس الظروف اللي عم تحكمنا هي اللي عم تجبرنا نشتغل اغاثي اكثر من التنموي. هلا نحن بصراحه عم نتوجه لنكون حسب حاله الشارع، يعني انت هلا مشاريعك عم تكون وليده اللحظه غير مشاريعنا المستدامه، لانه لما عم تنزلي هون او بالمحافظات كلها عم تشوفي شو الناس شو بحاجه، عم يخلق معنا مشروع نتيجه حاجه هاي الناس. فنحن موجودين على الارض بالمقابل بالتنسيق بيننا وبين اللجان الاداريه بالفروع غير المشهره للمؤسسه بحلب وباللاذقيه وبحمص، وان شاء الله قريبا رح يكون بباقي المحافظات السوريه حسب حاجه الناس، ونكمل بمشاريعنا ونحاول ننتقل للشيء التنموي اللي حكينا عنه قبل. مثل كان عندنا مشروع بدايه اللي هو للمشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، نفتح مشروع للناس اللي هن تضررت واللي ما قدرت تكمل، فهذا شوي عم يعيقنا، ما وقفنا اكيد، ولكن عم نرجع نعيد دراسته حسب حاجه الشارع وحسب الصعوبات اللي عم نواجهها. اليوم كمان لبنى وقت منقول مؤسسه سوريا بتجمعنا، يعني كميه كبيره من العمل ووقت كثير كبير يلي بيستنزف كمان جهد ووقت وعمل واخلاص وصدق حتى من المتطوعين فيها، اليوم كيف عم يتم توزيع اليه العمل بين المتطوعين؟ هلا نحن بالمؤسسة كل مشروع في له الفريق الموجود فيه، في فريق دائم موجود بالمؤسسة لتنسيق قبل الحملات، ويعني بدك تبلشي قبل ما تبلش الحملة نحط تاريخ الحملة، شو الموارد المطلوبة، شو المواد المطلوبة، شو عدد المتطوعين الموجودين. طبعا التنسيق بيكون نحن كل ما دائما بنقول كل ما كبر عددنا كل ما هذا الشيء يعني زاد من اول شيء من عم يزيد الغنى للمؤسسه، لانه انت يمكن هذا المتطوع اليوم يقدر ينزل بكره ما يقدر ينزل. فالمتطوعين لتحضير الحمله انت دائما لما تجذبي عدد المتطوعين بدك تكوني عم تحضري للحمله قبل بوقت وعم تخبري قبل بوقت عن البرنامج، امتى بتبلش امتى بتنتهي، وين بدنا نعملها، سواء بمقر المؤسسه سواء بالمحافظات سواء على الأرض. فالتنسيق بيصير مسبقا وأثناء الحملة وبعد الحملة، مثل ما بيقولوا تقييم للإيجابيات والسلبيات يلي صارت ونتلافاها بعدين، وللإيجابيات اللي بدنا نكمل فيها لباقي الحملات. فدائما في جدول زمني بداية وأثناء الحملة وانتهاء. طيب خلينا نحكي عن أهمية التشبيك اليوم مع الجهات المعنية مع المؤسسات الخيرية اليوم لحتى يكون العمل متكامل أكثر وليكون في دعم أكثر لكم. صحيح، وهي التجربة نحن عشناها بأكثر من سواء بالزلزال سواء حتى قبل الزلزال بمراحل الحرب. التشبيك دائما يعني ننطلق من فكرة انه ايد لوحدة ما بتزفق، انت لما تكوني بدك تتوجهي لهذا الشارع، ممكن انا لما اكون عم بشترك مع عم شابك مع منظمة غير حكومية تانية عم باخذ الداتا اللي عندها عم تساعدني، عم تكمل الداتا مني، عم تكمل الداتا تبعها من عندي، فانا هيك لما اكون عم بشتغل بهي الطريقه فانا عم بوصل لاكبر عدد من الناس، فيني اقول انه اتجنب تكرار المساعده لنفس الشخص، احرم شخص ثاني منها. فوجودنا مع التشابك بين بعض هو لصالح المجتمع ولصالحنا لنا، لانه عم نكبر قاعه البيانات تبعنا وعم تحاولي توصلي لاكبر عدد ممكن من الناس. اليوم لبنى يعني تغيرت اتجاهاتكم، سوريا بتجمعنا ظلت نفس الاتجاهات ونفس المبادرات، ولا صار يعني بدي عم اقول لك انا انه اليوم لانه انتم كل فتره في طموح جديد وشغل جديد ومتفاجئه كمان انه في مبادرات جديده، شو الجديد عندكم اليوم؟ هلا نحن مثل ما حكينا مثل ما تفضلتي دائما بتحطي خطه ليكون في جديد، مثل نرجع لورا بال 2023 كانت خطتنا تاني، اجى الزلزال شوي خلانا نروح لجهه العمل الاغاثي الطارئ مثل ما بيقولوا. الخطه دائما هلا دائما خطتنا هي اللي نحن عم نمشي عليها انه ننتقل للعمل التنموي مثل ما حكيت من شوي، هي الخطه عم نشتغل عليها لنا سنتين، بس للاسف الظروف عم تحاول، انت هلا بوضع كمان ما بتقدري تبعدي عن الاغاثي،
تمام. ما بتقدري تبعدي عن الدواء، ما بتقدري تبعدي عن المواد الغذائية للناس. التنموي هذا الشيء عم نشتغل عليه، بس بده دراسة، بده وقت طويل، لأنه ما فيك تقولي لهذا الشخص تعب بدي أعطيك مشروع افتحه وشغله، هو عنده نقص بالموارد، هو ما عم يقدر يأمن أكل، هو ما عم يقدر يأمن لبس. فالخطة دائما أنه عم نحاول توصلي فكرة لهذا الشعب يلي هو فعلا بحاجة الإغاثة، بس كمان بدك توصيله فكرة أنه أنت تقدر تعتمد على حالك لتعيل هاي الأسرة. فمثل ما حكيت دائما نحن بنقول مشاريعنا عم تكون وليدة اللحظة، وليدة الحاجة، وليدة، لأنه مثل ما حكيتي مثل كلمتك اليوم لأنه أنت اليوم غير مبارح. تماما. يعني حتى نحن هلأ مثلا السلل الغذائية، أنت اليوم لما عم تقدري تأمني السلل الغذائية من شهرين كان سعره شيء وهلأ شيء. فدائما عم نكون مثل ما بيقولوا على حسب اللحظة، على حسب اليوم. لكن اللي بقدر أقول لك أنه نحن ما بنقدر نوقف، نحن لا الإغاثي ولا التنموي ولا الدواء ولا شيء فينا نقدر نوقف، بدنا نكمل بالشيء اللي نقدر عليه، ونحاول نكون مع أهلنا يلي عودناهم على 12 سنة أنه نكون معهم. ما فينا نجي هلأ نتيجة أي ظرف معين أنه نوقف أو نتراجع. تمام لبنى، كلنا بنعرف أنه فعل الخير ومساعدة الناس المحتاجة ضمن الإمكانيات المتاحة خلال شهر رمضان شيء كتير أساسي. اليوم أنتو كمؤسسة سوريا بتجمعنا، كمؤسسة إنسانية تطوعية خيرية، خلينا نوضح عن أهمية تواجدكم اليوم بشهر رمضان. هلأ شهر رمضان هو شهر الخير، شهر المحبة، بتلاقي الكل عم يتسابق لحتى يكون موجود، لأنه نحن يمكن توالي الأزمات علينا من 12 سنة لهلأ، من الحرب وكورونا والزلزال والحرائق، تعودنا يعني يكون عودنا قوي بالمقابل أنك تكوني موجودة مع كل هاي الناس. رمضان نحن كمتطوعين نحن بننطره أكثر قبل الناس المستفيده وقبل الباقي، يعني لانه بتحسي حتى انت وعم تشتغلي نحن مسمينه رمضان بيجمعنا. يعني الشعور بانك تكوني موجوده مع هاي الناس، انه يجي وقت الافطار تفطري مع الاطفال، تفطري مع المسنين، يجي وقت العيد تروحي تقدمي لهم الهدايا والجواكيد، فهو له هيك خاصيه حلوه، وبيخليكي انت بدون ما تكوني مخططه دغري تفكري انه بدك تعطي من قلبك لهي العالم. فوجودنا برمضان مثل نحن موجودين دائما، ولكن رمضان كونه له نكهه خاصه، وبهي الظروف فعم نحاول نكون موجودين على الارض، سواء بالتواجد الميداني وسواء بمقر المؤسسه، لنحاول يعني نوصل للكل ونكون موجودين بكل فتره شهر رمضان المبارك. ذكرتي يا لبنى شيء كثير اليوم مهم، وخصوصا بشهر رمضان، شيء كثير انساني عن الاطفال والمسنين، يعني انه انتم عم تفطروا معهم او عم تتسحروا معهم، هدول الاشخاص يمكن ما عندهم حدا يقعدوا معهم يحسسون. هو رمضان كمان حلو بجو العيله او الجمعه او معك حدا، يعني بتحس الواحد لحاله كتير بحس بالغربة، فهذا موضوع جدا مهم. يعني كمان عم تبادروا بمشاريع إنسانية، خلينا نحكي عنه شوي. هذا السنة الماضية وقت كنا زرنا بيوم واحد 17 دار للمسنين وللأيتام، توزعنا عليهم بنفس الوقت، يعني بقدر اقول لك انه نحن مبسوطين كنا اكثر منهم، ما بدهم يانا نقوم نروح، يعني نحن عم نفطر انه خلص الافطار بدنا نقوم نروح، ما بدنا انه جايين بكره. فكثير كان الشعور حلو، مثل ما تفضلتي حس حاله انه عم قاعد مع عائلته، كل واحد منا قاعد جنب طفل عم ياكل معه وعم يصب له وعم يخلي الطفل يسكب له وعم يطعميه. نفس الشيء المسنين، يعني هو المسن بتوصلي لمرحله مثل الطفل الصغير بدك تعامليه. فنحن هاي الحمله بالذات كل سنه بننطرها قبل اي شيء ثاني برمضان، وهلا ان شاء الله عم نبلش نحضر لها لنكون ان شاء الله مع عدد اكبر من دور الايتام والمسنين. نحن مو واحد او اثنين، نتوزع كفريق على اكثر من دار. دمعتي للسيره ولا بنضوق؟ لا مظبوط. عم بتذكر لانه صارت معنا كثير قصص السنه الماضيه، الطفل اللي حابب يطعميكي بايده، اللي قاعد هيك جنبك وشي بده يقعد بحضنه وشي بده هو يطعميكي، لا انه انت افتحي لي اياها انا ما بدي اكله، عم بتذكرها حتى المسنين. فكان عن جد شعور كتير حلو، وهيك بتطلعي من عندهم وانتي مرتاحة ومبسوطة وهن مبسوطين بنفس الوقت. لبنى، ذكرتي خلال حديثك انه انت مو بس واحد او اثنين اليوم ضمن المؤسسة، انتو فريق عمل متكامل. خلينا نتعرف اكثر عن عددكم اليوم ضمن المؤسسة، عن الاختصاصات الموجودة، عن أهمية العمل الجماعي اليوم لحتى يتكامل العمل اكثر ويكون في نجاح.
أكيد إذا ما كنا كلنا إيد واحدة أكيد لا فينا نشتغل ولا فينا نكمل ولا بتكبر المؤسسة. نحن بالمؤسسة في قسم إداري، في قسم موارد بشرية، بالإضافة للمتطوعين اللي هنا دائما موجودين، بالإضافة عفوا القسم الإداري والقسم الـ HR، وفي القسم اللوجستي اللي هو عم يكون موجود على الأرض. بالمقابل المتطوعين هن عم يكونوا موجودين دائما. التحضير بيصير بالقسم الإداري والموارد البشرية لتحضير للحملات، بعدين بيصير التواصل مع المتطوعين لحتى يكونوا موجودين معنا. فالعدد أنا فيني إليك كل المؤسسة، يعني بكل الحملات كل المؤسسة موجودة، إن كان الفريق الدائم الموجود بالمكاتب ولا إن كان المتطوعين الموجودين على الأرض وبالمحافظات، كمان إخواتنا بالمؤسسة بالمحافظات للفروع غير المشهرة ما عم يهدوا كمان، عم يكونوا معنا أول بأول. فإن شاء الله يا رب هيك بهمتهم، وأنا من خلالكم دائما بدي يعني أوجه لهم تحية وعيدهم للعائلة. أكيد. وشكرا كثير لكم سمحتوا لي هي الفرصه اني اعيدهم عن طريقكم. اكيد بنوجه لهم تحيه واكيد مشكورين. لبنى، اليوم في صعوبات لسه جديده عم تواجهكم، يعني بمع تطور الاحداث وغلاء الاسعار والسرعه، هي شو في صعوبات صايره؟ حكيتي نص الصعوبات. غلاء الاسعار هي كثير يعني عم يواجهنا، وكمان تأمين المحروقات. نحن فريقنا موجود بكل المحافظات السوريه، نحن عم يكون عندنا اعمال ميدانيه، فعم نضطر انه نحن يعني فكره المواصلات وفكره المحروقات كثير عم تعذبنا، سواء من هون المحافظات او اثناء التوزيع الميداني بدمشق وريفا. والغلاء الاسعار مثل ما تفضلتي هلا، نحن مثل ما قلت لك انا ما بقدر اوقف كمؤسسه، ولكن انا بدي ارجع الدراسه. انا الادويه، السلال الغذائيه، هي كلها الاسعار يلي ما عم تثبت، هي شوي عم نعاني منها، مضطرين نرجع نعيد الدراسه لحتى نحن ما بنخفض عدد المستفيدين يلي عم تتوجه لهم هاي المساعده، ولكن بدك ترجعي تعيدي دراسه شوي لتقدري حسب قدرتنا وحسب حاجه الناس تقدري تلبي لهم احتياجاتهم. طيب، في حال حدا بده ينضم اليوم للمؤسسه، مؤسسات سوريا بتجمعنا، في مواصفات او شروط معينه بتطلبوها اليوم من الشخص؟ خلينا نوضح اكثر كيفيه التواصل معكم اليوم ضمن المؤسسه. هلا مواصفات لا، المهم يكون مكمل 18 سنه مش عملتها عن دراسته بس. في اختصاصات معينه بتطلبوها؟ هلا لا، نحن في عنا بقلب المؤسسه، نحن ما بنطلب اختصاصات، ولكن مرحب باي شيء هو بيكون غنى للمؤسسه. نحن بقلب المؤسسه في صيادله، في دكاتره عم يساعدونا بمشروع دوائي، عم يساعدونا في مصممين، في شيء له علاقه بالقسم المالي، بقسم الاتش ار. فمن ضمن الاختصاصات نحن يعني بناخذ هي الاختصاصات من ضمن الناس الموجودين، اما نطلب نحن اختصاصات معينه لا، الكل مرحب فيه بقلب العائله اكيد، واي حدا بيجي جديد فهو إضافة حلوة للمؤسسة. أكيد بالختام يا لبنى بدنا نتمنى لك كل الخير والبركة، وإن شاء الله أكيد سلامة قلبك وعيونك. عاد من شروط العمل الإنساني إنك تكوني متأثرة بالناس يلي عم تساعديهم. بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم، ورمضان كريم لك. شكرا لكم ورمضان كريم يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير، ودائما هيك الخير بيجمعنا. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير، نورتينا. شكرا لك.